جمع يامس مكتب إبسن وايبو بقيادة الرئيس، وقررنا فسخ عقد نجويا موريل حق انه ديسيزيون مؤلمة باللي نجويا دو سنتين ونص معانا، ونختار نشكره على اللقبين اللي قبلنا دو شامبيون وسوبر كوب وكوب البرلمان، وقررنا بين اللي نتائج الزمن ما هم زين حتى، قررنا بأن الحل عندنا دركات ياها بس عقد نجويا موريل، واختيروا نشكره على ذو السنوات اللي فوت معنا. وبعد ذلك قررنا بأن بعد انه سيد موسى والقاسم ليعود مدرب الفريق من هون لنهاية السنة ان شاء الله.